مرحبا بك على قناة كان سي ساعد الهواتف الذكية. اشترك وفعل زر الجرس ولا تنسى دعم القناة بالضغط على الزر لايك وتابع الفيديو حتى النهاية. السلام عليكم. الهاتف المظلوم في سلسلة الجالكسي الاس 24 وهو الاس 24 بلس يظهر في اهم تسريب حتى الان بابرز المواصفات. تم الكشف عن تفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف الجالكسي الاس 24 وبشكل اكثر تحديدا حول هاتف الجالكسي الاس 24 بلس من السلسلة وفقا لمعلومات من المستخدم الايس يونيفرس عبر موقع الاكس او منصة اكس. تم إصدار النسخة الكورية من الجهاز بنتائجها المعيارية ويجب أن يكون لها نفس شاشة طراز الألترا. أبرز مواصفات الجالكسي الاس 24 بلس: كما هو متوقع من الأخ الأوسط بين هواتف سامسونج الجديدة، يقول المرشد أنه يجب أن يمزج بين ميزات الهاتف الذكي الأساسي وأيضا الهاتف الأكثر قوة. على جانب التصميم، يجب إطلاقه بحواف أرق بكثير حوالي 1.5 ملم مثل الألترا وأيضا مثل الآيفون الجديد. يجب أن تكون الشاشة هي نفسها أيضا مع تقنية الام 13 أوليد بدقة كواد اتش دي بلس، بالاضافه الى الفتحه الموجوده في الشاشه لاستيعاب الكاميرا الاماميه. بالاضافه الى ذلك، ليس هذا فقط ولكن جميع الهواتف في السلسله سيكون لها نفس سعه السطوع القصوى 2500 شمعه وهذا رقم قياسي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يصل النموذج مع 12 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام مصحوبة بمجموعة شرائح الإكسينوس 2400 في النموذج الكوري، بينما سيصل الصينيون مع السناب دراجون 8 جين 3 أو الجيل الثالث يعني تقريبا للصين ولأمريكا ولكندا من كوالكوم. وتعد إضافة الحواف الرقيقة أمرا تم التكهن به بالفعل لبعض الطرز في سلسلة هواتف الجالكسي الاس 24. وعلى الرغم من أن المستخدم لم يشارك تفاصيل حول مواصفات الإصدار الألترا المحتملة، من المتوقع أن يتم إضافة 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول عشوائي رام. وعلاوة على ذلك، لم يكن معجبا بنتائج الأداء الفردي 2.044 نقطة، والأداء فهو متعدد النوى 6406 نقطة، وبالنسبة للفردي كما ذكرت 2044 نقطة لهاتف الجالكسي الاس 24 بلس في الاختبار في اختبارات الاداء من جيك بنش. وتفضيل اخر مهم هو ان الشائعات تشير الى ان هذه الترقيات في ذاكرة الوصول العشوائي والشاشة ستنفذ فقط في الاصدار الكوري من سلسلة الجالكسي الاس 24، ومع ذلك من الضروري اخذ الحيطة حتى يتم الاعلان عن معلومات رسمية من الشركة. برأيكم ما هي أبرز ميزة يجب أن يأتي بها الجالكسي الاس 24 بلس؟ الإجابة فقط فهي لعشاق الهواتف الصغيرة مثل الاس 24 الصغير والاس 24 بلس أيضا. شاركونا آراءكم ضمن التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، مع السلامة.